اسود، انا قلبي واقع في رجليا. تفتكر البنت ماتت؟ ماتت لؤي ماتت؟ معرفش 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 ماتت ولا اتكيلت. المهم ان احنا خرجنا منها، يا رب ما يكون حد لقط نمت العربيه. لا لا، الدنيا كانت كحل، الدنيا كانت هصه هصه، ما فيش حد شافنا، ما حدش لقط نمتكم العربيه، ما حدش ما حدش. بقول لك ايه، انزلي خدي اي حاجه البيت. انت اتجنن؟ انت هتنزلني هنا؟ مش هسه ما يكون حد لقط نمت العربيه ويعرف بيتك فين. طب انت هتعمل ايه؟ هتروح فين؟ هروح اتلقى في اي حته لغايه الصبح. ما لقيتش غير الحته المقطوعه دي اللي تنزلني فيها. يا ستي انزلي بقى، هتلاقي اي عربيه جايه في وشك سوريلها هتقفلك. انزلي بقى انزلي. اليوم الفصلان ده، استر يا رب، جيب العواقب سليمه لك لحبيبك النبي يا رب. فين عم زغلول يا ام فاطمه؟ في ايه عم زغلول؟ بينا يا رب. نعم يا ابني، في ايه؟ عسكري واقف تحت مع المعلم شلوفه بيسال عليكم، ولما سالناه عايز ايه قال ابله فضه خبطات العربيه. يا لهوي، بدي ضاعت يا زغلول. بالراحه بالراحه يا ست، بالراحه. اهدي بالله اهدي بالله، مش كده. هي فين دلوقتي يا ابني؟ معرفش يا عم زغلول، تعالى وانت تعرف منه. يا لهوي، لا حول ولا قوه الا بالله. يلا يا ابني يلا يا ابني، لا حول ولا قوه الا بالله. هات الباب وراك يا ابني، هات الباب وراك يا ابني. خلاص انا تعودت على كده. اعمل ايه بس؟ اعمل ايه بس يا مطر؟ انا فتحت لك قلبي يا مطر اكتر من 20 مره علشان تفهمي وتقدري اللي انا فيه. انا عارف ان انا بغلط في حقك كتير، بس معلش استحمليني غصب عني. ايه هتقولي برضو فش غل وحلاوة روح؟ ابويا هيجنني، مش عارف اعمل معاه. قلتلك قبل كده ابوك ما بيفكرش في حد غير في مصلحته وبس، ما صدقتنيش. قلتلك اني صدقتك، صدقت كل كلمة قلتيها، بس اعمل ايه؟ ابويا اتبرى منه؟ يا ريت نعرف. واللي مادة ايه؟ مش اخوك؟ بقولك ايه، الصبح على الصبح، انا مش ناقص كلامك ده على الصبح. يا براء انا عاوزاك تعمل الصح. اموت واعرف ايه هو الصح. عاوزاك تعرف ازاي تكسب من اي خساره، واذا كان خلاص ابوك كبر وعقله خف يبقى انت عقلك صاحي وقلبك ميت، وتعرف ازاي تستفيد من الكل. ازيك يا سوريا؟ ازيك يا باشا؟ انت متاكد ان محدش كان مراقبكم؟ انا نفذت الخطه بالحرف الواحد، يعني لو كان في حد ماشي ورانا يبقى زمان دماغه اتضربت في الخلاط. ده انا يا باشا اللي دماغي اتضربت في الخلاط من كتر اللف والهري والنكت. ما يصحش كده يا باشا، مش كل ما تبقى عايز تشوفني يعني هلف كعب داير كده والبس اللي بقى. يا بنت وطي صوتك، انت ما بتفصليش. يا اخويا براحه عليا شويه، ما تزقش كده. اخوكي اتكلمي عدل قدام الباشا.
لا مؤاخذه يا باشا، حقك عليا يا باشا، معلش. روح انت يا علي حضر اللي اتفقنا عليه، الميعاد الليله. تحت امرك يا فندم. تعيد يا بت. طيب يا بي. اقعد يا سوري. تسلم يا باشا. هو يعني لا مؤاخذه يعني انتوا هتروحوني يعني ولا هتعلقوني؟ لا مش هنعلقك، هنروحك. بس انت قولي لي ايه اخر الاخبار؟ والنبي يا باشا انت عسل. طيب كده وحنين. انا برتاح اول لما باجي اتكلم معاك، انت بتكلمني بهدوء، الباشا التاني على طول بيهب فيا كده زي القضا المستعجل، ما بيخلينيش اقول كلمتين على خلاص يا باشا. محدش انا اقول لك الصراحه يا باشا، نفذت كل انت طلبته مني بالحرف الواحد وكله تمام التمام، والراجل اطمني على الاخر. بس انت طبعا يا باشا يعني تفتح مخك معايا كده وتظبطني وتكلمني بالراحه، انا اجيب لك كل حاجه في الدنيا. انا طبعا الموضوع عندي مش موضوع فلوس، انا يهمني اخدمك طبعا بعناية واعمل لك كل اللي انت عايزه. اه ما دام انت بتعاملني كويس انا اديك. انا بس يا سوريا. ليه بس كده يا باشا؟ لسه كنت بقول عليك حنين وبتكلمني بالراحه. خلاص يا باشا. بص يا سوريا، ماشي، أنا جايبك النهاردة عشان حاجة محددة. ماشي يا باشا، أوامر. النوح بيحضر لشغلانة جديدة. أيوه. الشغلانة دي عبارة عن إيه؟ أيوه. النوح هيجيب شوية أدوية. آه. شوية الأدوية دول هيجيبهم باسم شوية أجزخانات. أيوه. الأدوية دي سامة وخطرة جدا جدا جدا. يا نهار أسود ومنيل، هيسمني؟ كده مش هيسمك لوحدك يا سوريا. كده يبقى ناوي يسمم المصريين كلهم. معلش يا باشا انا غبيه ما افهمش في الحاجات دي، والنبي معلش كلمني بالراحه. طيب بالراحه والنبي. يا باشا ايه يا باشا؟ اديك نسيتيني اللي كنت هقوله لك. ولا يهمك يا باشا، نعيد من الاول، احنا كنا بنقول يعني ان انت طيب. اه خلاص افتكرت افتكرت افتكرت. بصي بقى، كل اللي انا عاوزه اسم اي اجزخانه من الاجزخانات اللي هتروح لها الادويه السامه الخطره جدا دي، ها؟ او اي معلومه عن ميعاد الاستيراد. طب لا مؤاخذه يعني يا باشا، وانا هعرف الحاجات دي ازاي يعني؟ احنا جايبينك هنا سوريا عشان نعرفك هتعرفي الحاجات دي ازاي. ماشي اذا كان كده ماشي. طب انت بقى لازم تظبطني دلوقتي كوبايه شاي كده وشويه سندوتشات كده عشان الواحد جعان برضو. بقول لك ايه يا باشا، والنبي انت حنين وجدع كده وطيب وشك سمح، وانا برتاح لما بتكلم معاك والنبي تضحك. عيال ولاد حرام يا فندينا، خبطوا البنايه وجريوا زي الفيران، محدش لمح حد فيهم. يعني شهود قالوا كلام كتير والحكومه بتحقق. افندينا يا بابا، معقوله كل ده يحصل لفوتنا؟ ما تقوليش انت مش عارف غلاوتها عندي. والله يا ابني اتلهينا، ومن ساعتها ما بتكلم روحها. الحمد لله. طب وهي عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله الدكاتره بيطمنونا. ينفع اشوفها؟ طبعا يا ابني. اه الدكتور خرج اهو. طمني يا دكتور. الحمد لله بقت احسن دلوقتي. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. يا رب ما يوصلك. خميس. هو الدكتور قال ما نتعبكيش، بس انا حابب اطمن عليكي، اطمن على احلى بنت في الدنيا. ممكن تجيب ايدك؟ أنا كده بقيت كويسة الحمد لله، وإن شاء الله كمان هتبقي أحسن. زعلان عشاني ولا صعبان عليك؟ أنا مش عايزك تجهدي نفسك بالكلام، أنا عايزك تعرفي كويس إن ولوتك عندي اللي عملها لا يدفع التمن غالي. حرموش غلموش مرهوش منتوش. الله حي وحياة امك لو وريكي شغل الحل حوش بتاعك ده. جرى ايه يا ست شوق؟ مالك واخدنا على الحامي كده وفير على اخر ياخت؟ بتلعبي بيا الكوره من ساعه ما شفتك وانت بتقولي لي كلام ما بيحصلش، اعمل فيكي ايه يا ست شوق؟ الحاجات دي ما تتخدش قفش كده، ده شغل ارواح. بسم الله الرحمن الرحيم، حلهوش مرهوش منتوش. لازم صبر ونيه صافيه. وانا بقى اللي نيتي بني ان شاء الله. يا وليه حرام عليكي، هو انا حلت غير نيه؟
اسم الله عليك يا حبيبتي، هو في زيك؟ ده انت ست البنات وزنت الستات وتطلعتي لحتي كده. خلاص يبقى ركزي مع ام شوية، راعي ربنا في الحجاب اللي بتعمليهولي، خلي الدنيا تتحرك شوية بدل ما هي واقفة ومحجرة كده. يا ولية حرام عليكي، ده نطلع لي حب الشباب. خلصيني. حطيتي الحجاب في المكان اللي قلتلك عليه؟ لا، ما قدرتش احطه في المكان اللي قلتلي عليه، بس حطيته تحت المخدة اللي بينام عليها، بس ما حصلش حاجة ولا بيعبر امي. قوليلي كنت طاهرة؟ ما انا طول عمري طاهرة يا ولية. خلاص هتلاقي جاي للجالي ومتكعبل في عتبتك. متكعبل ازاي؟ بقولك بيعدي قدام باب الاوضة وكأني هوا. تقوليلي يتكعبل؟ هطلعله في الضلمة يعني وحطوله قلب طوب علشان يتكعبل على وشه؟ انت هتجنيني. اهدي بس واسمعيني. ما انت اللي بتقولي كلام يفور الدم يا حنطومة. ده اختبار من فوق ولازم تبقى هده وتكني في اوضتك واستني. هتلاقيه جايلك مخبط على باب اوضتك مقدم لك فروض الولاء والطاعه. وبادعيلي اوعي تنسي الاسم حنتومه سقسقه عشان الدعوه تجوز. هات الجوز وسيب العجوز، هات الصغير اللي محير. اوعى وحياه امك لو ما حصل الكلام اللي انت بتقوليه ده اللي هكون مبلغه عنك بنفسي. عارفه ده انا اللي هسلمك بايديا دول، وساعتها بقى بيوريني الكوز بتاعك ده هيعمل لك ايه. وفطره بفطره بقى. الله حي. ما تخلي مراتك تسيبها من حدوده حنتومه دي، دوليه نصابه واكله بعقلها حلاوه. هي بتفك عن نفسها شويه يا حاجه، انت عارفه انها مقطوعه وملاش حد يطل عليها ولا ياخد حسها غير حنتوم. مالك يا اخويا بقالك مده كده مش عاجبني؟ سهلت عليك العافية يا حاجة. لا أنا حلو، طمني كويس. اوعى تكون اتقدرت من الكلام اللي قلته قدام النوح. أنا مش قصدة صغارك، لكن عايز أكبر خميس. ما تفرقش يا حاجة، كله محصل بعضه. تبقى أنت زعلان من كده. أو أزعل من إيه؟ الله، ما هي دي الحقيقة يا حاجة. خميس هو المعلم، محدش يقدر ينكر. وهي بانت يوم ما سابنا بقينا في النازل وأنا ما قدرش أسد مكانه. ظهر ان انا كبرت وما بقتش حمل السوق. ما تقولش كده يا ابو سنه. ما اقولش كده ليه؟ الله، ما هي دي الحقيقه. هننكر؟ اللي ما يشوفش من الغربه اللي يبقى اعمى. وبعدين يعني احنا هناخد زماننا وزمان غيرنا يا حاجه، ده يبقى طمع حتى. ربنا يخلي لنا خميس ويبارك لنا فيه. ويخليك يا اخويا، خليك مع خميس. خميس من غيرك ظهره عريان وصدره مكشوف، اوعى تخلى بيه في يوم من الايام يا ابو سنه. خليك في ظهر خميس علشان نرجع اللي فاتنا ونرجع تاني سياد السوق. البدل دي كلها تلميها وتحطيها في اي مخزن ولو انها غاليه عليا، بس خلاص ما بقاش ليها لزوم. بنت يابيسه، مالك مسهمه كده ليه؟ عايزاني اعمل ايه يعني يا ابله؟ تفرحي لي يا عيون قبلتك، بدل ما انت قلبه خلقتك كده. ربنا اعلم انا فرحانه لك قد ايه. ما هو باين على وش امك. صعبان عليا يا قبلتي شغلي معاكي، هرجع تاني اتبهدل واتمرمط في ايد اللي يسوى واللي ما يسواش واللي تصفر لي واللي تزرق لي، وانا ماليش غير ربنا وانتي. يا بنت لو باقي عليا سيبك من الكار وتعالي اقعدي معايا في بيتي خميس، اهو منك تساعديني ومنك ترتاحي من الهم ده. ده كارنا يا قبلتي ومعرفش غيره. يا عبيطه، هفشى في ايه يعني؟ مرمطت الزباين وهلفطت السكاره وبلاوي الليل. الست مننا تتمنى ايه غير بيتي يلمها ويحميها من كلاب السكك اللي عايزه تنهش لحمها. ده مقدر يا قبلتي ونصيب ومكتوب على الجبين. المكتوب عمره ما كان حاجه وحشه، اي حاجه وحشه بتحصل لنا احنا اللي بنروح لها برجلينا. يا بنتي ده ما فيش اطيب واحن على الغلابه اللي زينا من ربنا. يلا يا بيسه، يلا اختاري لي احلى فستان فيهم عشان اروح بيه الحفله مع سي خميس. حفله؟ حفله مين؟ ناس كبار قوي. وخميس قال لي هخش انا وهو دراعي في دراعه، وهيكون اول اعلان لجوازنا قدام الناس كلها، واول خطوه ليا على سلم العز وراحه البيت. قد كده انت فرحانه بجوازك من سي خميس؟ فرحانه بس، ده انا حاسه ان الدنيا مش سايعاني من الفرح، كاني بتولد من جديد، واخيرا بقى ليا اهل بعد ما عشت وحدانيه، وكنت هروح في طيس ولا حد كان هيزعل عليا. ويا سلام بقى على حته عيل اشيله في بطني 9 شهور واشوفه كده بيكبر قصاد عيني، واحس ان اخيرا بقى ليا حس في الدنيا. ربنا يسعدك يا ستي وعقبالي يا رب. عقبالي يكشي يكون جمعه بلاش خميس.
مدام كرامة، العصبية عمرها ما كانت حل لأي مشكلة. اللي عندك ده حالة نفسية مؤقتة، وإحنا خلاص حلولها قربنا منها. أنا حاسس وعارف إنك تعبتي، لكن صدقيني رجوع صوتك ده مش مرتبط بحالة معينة، ده بس عايز شوية تمرين وإرادة منك. تاني هنرجع لموضوع الخلفة ده. خلي أملك في ربنا كبير، ما أنا قلتلك مش وقته. وبعدين أنت مستعجلة على إيه؟ أنت لسه صغيرة. جوزك مش فاهم ماله؟ ما أنت لازم تصرحيني يا مدام كرامة. مش حاسة بنفسك انك ست، انت مش ناقصك اي حاجة، لازم هو يفهم كده. ومسألة صوتك دي قلتلك دي حالة نفسية مؤقتة وهتزول. اذا كان هو اللي ضغط عليكي بالشكل دوت، يا ريت تبعتيهولي هنا العيادة اقعد معاه وافهمه. خلاص بلاش. بس عايز اسألك سؤال، العلاقة الزوجية يعني العلاقة الخاصة بينكم طبيعية ولا؟ مفيش كسوف بين المريض والدكتور بتاعه، لازم اعرف عشان اعرف اعالجك. يعني ايه مشغول ولا مش عايز؟ يعني ايه مخنوق منك بسبب اشاراتك دي؟ دي مش اشارات صم وبكم، دي مجرد علامات عشان تتواصلي بيها مع اللي حواليك. مدام كرامه لازم تعرفي انت مش خارصه، انت عندك مشكله نفسيه مش اكتر وهتزول. اكيد في امل طالما ربنا موجود، بس المهم ان انت تساعديني. اهدي اهدي يا مدام كرامه عشان نكمل الجلسه. شفاعة هو المسؤول عن توزيع البضاعة دي، ومش عاوز أي غلطة المرة دي. كفاية قوي إن إحنا خسرنا واحد من أهم رجالتنا. وقبل ما ندعي لأي واحد فيكو هنكون قاريين عليه الفتحة، يعني المرة دي الغلطة بقبض روح. أنا بس أسف لك يا حاج، وبحقي نفسي ليك قدام الرجالة دي كلها. شفاعة أمر يا كبير. براحي ما تحت إيدك. أنت بتقول إيه يا حاج؟ يعني واحد من صبيانك لو طاعك اديله الأمان، لو خلف دمه حلال. يا كبير خلص الكلام. يلا يا رجالة ربنا معاكم. حصل يا كبير. بقول لك يا شوق، انا في فكره كده بفكر فيها بقالي مده وشايف انها هتريحنا قوي. فكره ايه دي اللي هتريحك؟ بقول يعني ايه رايك لو ايه يا راجل؟ ما تنط. يعني لو خدنا لنا بيت لوحدنا بعيد عن هنا. ايه ليه؟ ازاي؟ هما مش بيقولوا شيل ده من ده يرتاح ده عنده؟ او على الاقل انت تريحي دماغك من ضاويه وانا برضو دماغي ترتاح. ما ينفعش، مستحيل. ليه بس؟ وشك قلب ليه؟ واحده في مكانك كان زمانها هتفرح، مش تقول لي لا ما ينفعش ومستحيل. عايزني اخليك تفرط في حقك؟ عايزني اخليك تفرط في البيت اللي بنيته معاهم كتف بكتف، الحمل اللي شايله على ظهرك بقالك سنين، حتى وابنها المحروس في السجن. ده انا بحبك وقلبي عليك. شو
في حاجات كتير انت لسه مش فاهماها. خلاص فهمها لي، مش انا شريكتك؟ فهمني. والمثل بيقول القفه اللي بودنين يشيلوها اتنين. ده انا كتفي بكتفك، ولو لفيت الدنيا دي كلها مش هتلاقي واحده تحبك قدي. بس انت اطمن لي، اديني سرك. مش وقته شو، مش وقته. أبو سنة! مسلم لها خدك ليه؟ مرتك جابشة في البيت وبتقول خايف على مصلحتك، ضاوية كل يوم تري بيك شمالها زي الصفر يمال مش عازة، وتقول ده عهد بصمنا عليه. كل خطوة بيخطيها خميس في السوق لازم توقع على رقبتك، وارجع اقول لي انسى خال، انسى. انسى ايه ولا ايه يا فندينا؟ انسى ايه يا ابن اختي؟ والمعلم ابو سنة ماله؟ الله اعلم، وكل واحد اضرب حاله. اكيد الست شوق ورا اللي هو فيه ده، اصلها بصراحه صغيره عليه ولا مؤاخذه عافيه، وهو يعني مطني. اتسطلت ولا ايه؟ خفت عوم؟ ها هو يا زوز ما اعرفش الواحد يتفك معاك بكلمتين ابدا. عايز تتفك؟ عندك الزريبه. ها هي وصلت للزريبه؟ هات يا اخويا نفس، هات هات. ولو عايز تاكل عيش تخرس خالص. يعني اخوك اختلف مع السواق التاكسي على الاجره ام قتله؟ بسيطه بسيطه. ازاي يا ميدو؟ ده في اعدام. احكي لي كده، هو قتله ازاي بالظبط؟ سحلوا من العربيه لحد وجد ناس حبايبنا، وفي وسط الضرب راح غزوا بمطوه، جت الحكومه راحت ماسكاه. وخدوا المطوه؟ لا، عايل من الورشه راح مسلكها بالحكومه من الطب. هو اصحاب الورشه دول حبايبكم قوي يعني؟ ناس حبايبنا قوي ورجاله قوي، وتلاقيهم في وقت الزنقه. خلاص يبقى تاهت لانها شقيق. ازاي يا متر؟ احنا هنعمل ورقه بتاريخ قديم ان الورشه دي ملك اخوك. حلو؟ حلو. ونشوف حكايه ثانيه بقى غير حكايه الاجره اللي بين اخوك والقتيل دي، حكايه فيها فلوس برضه. المهم يكون في سبب ان الراجل ده يروح على الورشه برجليه، ورشه اخوك، ونجيب شهود يشهدوا على كده، ودي بسيطه. حلو؟ حلو. ساعتها بقى يبقى الراجل طب على اخوك في ورشته، اختلف معاه على الفلوس، اتهجم عليه، تقوم القضيه تتقلب من قتل عمد لدفاع عن النفس، وبكده ينفد اخوك من الاعدام وتأبي جنى الاكرام. حلو؟ يا ابن الايه يا متر؟ ده انت اللي حلو، ابوسك. لا لا، تبوس ايه؟ كده الناس تقول علينا كلام مش حلو. ايه ده ايه ده؟ معقولة؟ في ايه يا متر؟ لا لا مفيش، شوية ابقى ارجع لك. من باب الاحتياط حاسب على المشاريع. معقول ده؟ انا قلت تلاقي الصنف مضروب ولا حاجة. معلم ابو سنة بدران الشواف خدامك.
زمان لما كان ابويا يتخانق مع امي كان يسيب لها البيت وياخدني في ايده وينزل على اقرب خماره واقعد يشرب يشرب والاخر يبص لي يقول لي الدوق اقول له ويدوقني. اب ديمقراطي بصحيح. لا ديمقراطي ايه، ده كان تعليمه على قده يعني. واحنا مروحين كان يشتري باكو نعناع ويقعد يحشر في بقي عشان الريحة ما تبانش وامي الزمار ما نروح البيت. اصل امي دي كانت ايه، كانت شديدة قوي قوي قوي، بس هو اللي كان حادف الشمال زار كان طالع لي ولا ايه. طب ما تنزل لي يا معلم، ده مهما كان ابوك برضه. وطلعت شمال ليه؟ اذا كان كل اصحابه كانوا شمال هو يطلع يمين. اول قرش حشيش دخل بيتنا هو اللي جاب اجل امي اما شافته في جيبه. ما كانش قادر يخبيه في حته من الداريه شويه عن كده؟ وما ماتت حزنت عليها قوي قوي وقعدت اعيط بحرقه لحد ما جت قوي يا اختي وضربتني اول الم في حياتي. قالت لي سد خشمك بطل عيط ما تبكيش بكى للحريم بس. طول عمرها شديده شديدة وقلبها ناشف لقيتني ريح ولا إلع حزن. لا يا إلعه إيه، خليه مسطول أو مسطول. آه حلو. كنت بتفزح كل يوم. مش عارف يا انا توت مني انا مش انا انا توت ايه ده؟ اثبت انت مين يا خميس؟ ايه خميس انت عارفني؟ الله انت خميس عارفني انت بتسرقني يعني ولا ايه؟ اسرقك ايه؟ بس شيل الطبانجه دي الاول. طبانجه؟ يا طالما دي طبانجه بقى يبقى انت الخال. انا اللي بقول لك ايه ده انت مسطول كنافه. شكران طينه. مش يعني يا جدع بالراحه حط صوتك حطي صوتك حطي صوتك. انت بتعمل ايه هنا؟ استنى بقالي ساعة بفتح الباب مش عايز يفتح، مفتاح بان عليه بايظ ولا ايه؟ بايظ ده انت مش شايف. ده انا فتحنا كده. افتح يا عم. خال ضايع، أول مرة أشوف خال فضيحة كده. ايه ده؟ ايه؟ انت بتفتح بالسيجارة؟ معلش يبقى أنا شربت المفتاح. انا قلت ايه كده ليه؟ انت مش شايف حاجه. ولع ولع. ايه ده؟ ايه؟ ده الباب مفتوح. يبقى يلا ندخل بقى. طب يلا يا شيخ. يا سلام. بس بقول لك ايه؟ وشوش بقى احسن من الضوء تصحى وتعمل لنا فيها المعلمه بجد. حسب يا حبيبي. سيب يا عم. اقول لك ايه بقى؟ تيجي نقلع الجزم؟ ليه؟ عشان الصوت. صح صح. انا راح.
صباح على خير. الحرب قامت ولا ايه؟ حاجة يا حاجة اصحي 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 يا حاجة اصحي. شرابية في ايه؟ الحق يا حاجة في نصيبة. مصيبة ايه؟ وانا نايمة سمعت صوت، طلعت بره اشوف ايه، ما لقيتش حاجة. انت يا ولاد خبلتي. اسمعيني للاخر يا حاجة، في نصيبة نصيبة. مصيبة ايه؟ خلصيني. جيت اخش اوضتي سمعت رجل بره، قمت بالسحابة اشوف في ايه، لقيت يا لهوي يا لهوي يا ولية انطقي ما تجننينيش. المعلم ابو سنه واقف قدام الاوض بيتلفت يمين وشمال، وقام داخل على الاوضه وفيها ايه؟ راجل وداخل اوضته بالليل. ما هو ما دخلش اوضته. ما اوضه مين؟ خش اوضه افندينا. افندينا فين؟ انت في اوضتي في سريري، ولو ركزت معايا شويه ممكن تبقى فيني. يخرب بيتك يا بنت، هتودينا في داهيه. يا راجل وطي صوتك شويه، حد هيسمعنا. يخرب بيتك يا بنت، هتودينا في داهيه. لا يا اخويا، هو انا اللي كنت خدتك من ايدك ودخلتك اوضتي؟ انت ضيفي النهارده وانا كريمه قوي مع ضيوفي، واحب اظبطهم. يا بنت تهدي، بدل ما اسكعك قلم انزلك طقم سنينك. يا رب. طب جرب تعملها كده يا بنتي. اهدي اهدي بقى، اهدي يا ولية شويه. ما انا همدانه، هو انت شايفني بقطع في شعري ولا بحطه في السجاده؟ انا لازم افهم، انا ايه اللي جابني هنا؟ عندومه. عندومك ده ايه؟ لا عندومك انت. ده عند امك. عند امي، عند ابويا. يا ود انت قمر من قريب. الله 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 الله. ما تيجي تبص على نفسك في المراية. ابص على نفسي في المراية ليه؟ وانا جاي اتعرف على نفسي هنا. ما تجيب بوسه. بوستي بوستي يا بنت، هتودينا في ده. يا اوعي يا راجل استنى، هو انت فاكر دخول الحمام زي خروجه؟ حمام ايه؟ وانا شرفتني ليه ده الحمام؟ اوعي يا بنت. طب استنى والنبي شويه. اوعي يا بنت. يا لهوي، ايه صوت العبد ده؟ ياك تكون وقعت على رقبتها واتكسرت. امين يا رب تتكسر رقبتها يا رب. حاجه اروح اشوف ايه اللي بيحصل. انت اتجننتي ولا ايه؟ انت عايزاها تشوف جوزها مع كرامه، تعمل لنا فضيحه؟ ده عايزه جنازه وتشبح فيها لط. تعالي خبطي هنا لما نشوف البلوه التانية. بس انا خايفه يا حاجه اخبط سي خميس يجي يعملها لي مصيبه. خبطي وخلصيني بس بشويش. حاضر يا حاجه حاضر. ده خبط يا وليه؟ انت بتوشوشي الباب يا حاجه. ما انت اللي بتقولي لي خبطي بشويش. بس مش للدرجه دي، اذا كنت انا مش سامعاكي. خبطي عدل بس بالراحه. حاضر حاضر. طب تعمل ايه هنا يا ابو سن؟ ضاويه؟ ايه ده؟ انا بحلم ولا ايه يا جدعان؟
وطي صوتك، مش عايزه فضايح. انت تتخرسي خالص. انا ايه اللي جابني هنا؟ انا فين؟ ما انتش خارج من الاوضه، ولو خرجت هصوت والم الناس عليك واقول انك تهجمت عليا. انت يا بنت المفتاح. مش جايبه المفتاح. هات المفتاح. وطي صوتك، عيب هيسمعونا بره. هو انا زهقت دلوقتي. عايز تطلع من الاوضه؟ مد ايدك وخد المفتاح. ايه يا بنت الشغل القديم ده؟ انت بنت المفتاح بدل ما كسر الباب. اموت في العنف. بقول لك ايه؟ لو كسرت الباب هم هيسمعونا بره، ولو سمعونا هضطر احكي لهم على اللي حصل. هو حصل ايه؟ داخل تتسحب عليا اوضتي وانا لوحدي، واخده راحتي ولابسه عريان، والاوضه فاضيه علينا، والسرير مغري. الله 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 الله. والفرشه دافيه. ايه ده؟ والشيطان ما بيصدق. كل ده وما حصلش حاجه. انت يا بنت المفتاح اسمعك كلام، انت جننت رسمي. انت لسه مش عارف انت فين؟ لا انا كنت نايم في اوضتي. ايه اللي جابني هنا يا معلم؟ انت جاي من بره على هنا وانا شايفاك بعيني. انا كبرت وخرفت، مش عارف يمينك من شمالك. انت بتقول ايه يا حاجه؟ احمد ربنا ان خميس لسه ما جاش، والا كان قومها حريقه. خميس